اهلا بك يا شباب، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هصورك الوجبات بتاعتي. دلوقتي اول وجبه 4 بيض بيض و2 كاملين، طبعا استخدمت البيض البيض، حط 4 بيض بيض تمام، معاه شويه اسبرغوس ومعاه لحمه بايسن 10% فات. فاضل دلوقتي 5 أسابيع على الأقلين إن شاء الله، كل شيء مشدود، كل شيء مش تمام الحمد لله. النهاردة وجباتي ديت الخطة اللي أنا ماشي عليها الفترة دي الوقت الحالي. بصراحة النظام يعني الفترة دي كويس كتير، مديني قوة في التمرين الحمد لله، يعني أفضل من الأول بكتير، والحمد لله مدي أبديت لتشات قريب فمبسوط من النتيجة والحمد لله، يعني كله مش تمام طبعا الخطة. بصراحة أول مرة جرب البايسن هنا كندا وبصراحة عجبني كتير، طعمه لذيذ كتير. دلوقتي 155 جرام لحمة، شوية اسبرغوس، ربع معلقة ملح بحطها عليها مع كل وجبة كده. دي بقى الوجبة بتاعتي، الوجبة الأولى، إن شاء الله أصورك الوجبة التانية، نروح بقى نقعد ناكل ونستمتع. دلوقتي هنجهز الوجبة التانية، عندي الوجبة التانية سمك، أغسلوه وأصفطه وبعدين كده نبدأ الوجبة التانية. طيب كيف نفسيتك بالاكل التجهيز هذا؟ والله تمام، كل اموري تمام، مش زهقان من الاكل ولا عادي؟ في الزهق الحمد لله، لحد دلوقتي الحمد لله في الزهق. كيف بتحب تاكل السمك تبعك؟ شو بتحط عليه؟ بتحط بهارات معينة كذا؟ ساعات بحط عليه بهارات وساعات بحط عليه صوص النوكاري، بس الصوص ساعات هنا البهارات بتحرق فبتطلعش طعمها حلو فيه. لو حد مثلا ما بيحبش السمك عادي ياكل شيء تاني ولا لازم سمك؟ ممكن شريم، بس هو يعني لو عاوز حاجة ما فيهاش فات خالص لا، يعني سعرات وشريمب قريبة من السمك او بيض بيض حاجة زي كده، لو عايز حاجة يعني ككمية وفي نفس الوقت يعني كالوريز قليلة، شريمب، سمك ابيض، بيض بيض. لو واحد لسه بادئ في يعني في الدايت ومش عارف اذا هو يختار مثلا احسن يختار سمك ولا جلد ولا لحمة، مين احسن نوع او شو تفرق؟ كله بروتين ولا لا؟ هو يعني لو واحد عادي حياته عادية مش مضطر يمشي على جدول معين، يعني او يفضل سمك او يفضل فراخ، ممكن ينوع من البروتين عشان ميزهقش، بس ما بين اللحمة وبين الفراخ وبين السمك هي تختلف. لو عاوز ينشف بيقلل الكمية، بس هو مش هينشف نشفان بطولة، فهو عاوز يقلل نسبة الفات عنده، فممكن بس يقلل الكمية عشان ما يفضلش السمك. ما اعتقدش حد هيقدر يعيش على السمك 6 شهور زي ما احنا بنعمل، يعني 6 شهور عا باكل سمك او 4 شهور
معظم التجهيزة وفيها سمك، ففي ناس ما تقدرش تستحمل مدة طويلة ان هي تاخد سمك، فهو ممكن كحياته العادية ممكن ينوع بين اللحمة والسمك والفراخ والبيض، كميات بقى على حسب هدفه، عاوز يزيد بيزيد الكمية، عاوز يقل بيقلل الكمية بس مش اكتر. طبعا انا بحاول اعمل الكمية دي، الكمية دي مش ليه واحد طبعا، ممكن تقعد 3 ايام ولا حاجة عشان تكون وجبات جاهزة كل يوم، وفي نفس الوقت يعني طول ما انت وجباتك جاهزة تبقى امورك سهلة امورك طيبة، يعني ما مش محتاج تستنى تعمل وجبة، ومش محتاج، في ناس بتبقى صعب ان هي تاكل اكل في التلاجة او قاعد بالك يوم في التلاجة، لو انت من الناس اللي بتعرف مثلا تستحمل كذا الاكل عادي ممكن عندي فكرة كويسة كتير. يعني انا عن نفسي بحب ان انا يعني اعمل اكل بايدي، انا وجباتي كلها اعملها بايدي، حتى لو مراتي مثلا بتقول لي اطبخ لك انا ولا الكلام ده، انا بحب اعمل الوجبات بايدي، ببقى عارف انا اعملها ازاي وطريقتها ازاي، طعمها حلو طعمها وحش بعرف اكلها، بس يعني ما تستناش تركن على حد ان حد كل شويه يعمل لك وجباتك، كل شويه معاوز مراتك تعمل لك وجباتك، امك تعمل لك وجباتك، انت شغل نفسك تعمل وجباتك اول باول، يعني شغل يومك، عندك شغل عندك دوام، اعمل اكل اليومين ثلاثه حطه في علب واركنه عشان ما تقومش كل يوم الصبح تشغل معاك الدنيا كلها. ودي الوجبه بتاعتي الثانيه، سمك 175، نص حبه افوكادو، وشويه سلطه، اكتر وجبه بتحبها من كل اللي بتاكله؟ صراحه كل الوجبات حلوه عشان بيسد الجوع ليش بتحط ملح بعد الوجبه؟ ليش بحبه هيك، وغير كده عشان لو حبيت حسيت ان انا جسمي من نوع، انا طبعا جسمي اللي بتمسك ميه كتير، ولو حسيت ان جسمي مسك ميه هعرف اقلل الكميه اللي انا عايز اديها، بس لما يكون محطوط في الاكل مش هعرف الكميه اقللها دي. دلوقتي شباب معادي الوجبة التالتة، 155 جرام لحمة و4 بياض بيض و2 كاملين وشوية اسبرجس. طبعا وجباتي كلها تقريبا شبه بعضها، الأولى زي التالتة والتانية زي الرابعة، نفس الأكل نفس الروتين. طبعا اللي في اللعبة ده اللي بيحبش الروتين صعب ان هو يكمل، عشان حياتك كوبي بيست من كل يوم، نفس الاكل نفس التمرين نفس الكارديو، كل شيء بتعمله نفس كل يوم، مفيش حاجه بتتغير، ممكن الاكل يقل شويه يزيد شويه، الكارديو يقل شويه يزيد شويه، بس مفيش حاجات جديده، بس هو نفس كل شيء كل يوم. في ناس كتير يعني ما بيحبش الروتين، انا عن نفسي بحب الروتين، بحب وجباتي بحب تماريني بحب النظام اللي انا ماشي عليه ومرتاح فيه جدا. في ناس ممكن تقول لك يا عم دي مش حياه، نفس الاكل ونفس التمرين وكل شيء روتين، لا انا عن نفسي بحب حياتي، يعني بحب بادي بيلدر، بحب اكله بحب تمريني، بحب مستمتع باللي انا بعمله، مش بحس ان انا مجبور او انا في حرمان او انا ليه باكلش كذا او ليه بعملش كذا، لا بستمتع باللي انا بعمله، حاسس ان انا هو ده الافضل بس. فانت زي ما قلت لك قبل كده استمتع باللي انت بتعمله عشان ما يكونش الموضوع صعب عليك. دي الوجبه الرابعه بتاعتي، شويه سلطه مشكله فلفل وخيار ونص حبه افوكادو و175 جرام سمك ابيض تلابيا. الافوكادو مع الاكل بيدي طعم كويس. فاضل لي كده وجبه، الوجبه الخامسه، لسه هعمل دلوقتي كارديو تاني، واخر وجبه هيبقى 2 سكوب بروتين وخلاص كده، ويوم كده خلص. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، دعواتكم معانا، فاضل 5 اسابيع على الاولمبيا ان شاء الله، يعني نحقق مركز كويس باذن الله.